بمجمل من الأمراض ونشوفها في مناطق تختلف عن مناطق أخرى. مثلا في آسيا الشرق الأوسط أشيع من أوروبا أو الولايات المتحدة، لكن في بعض أنواع من الالتهابات الكبديات الكلية يكون في الولايات المتحدة أشيع نتيجة نتيجة مثلا كحولية أو نتيجة السكري أو نتيجة أمراض أخرى مناعية ذاتية. فبنشوف هالجزيئيات من التهابات الكبد والكلية أشيع عنده، لكن بالمجمل إذا قلنا أمراض الكبد والكلية هل هي شائعة بالمقارنة مع أمراض الكلية الأخرى مثل التهابات الكلية ليست مناعية أو فصيات الكلية أو فصيلات الكلية؟ أكيد لا. رح ناخذ نظرة فيزيولوجية ونظرة تشريحية. أكيد أنت أخذت المحاضرة، أكيد حضرت المحاضرة. أنا أكيد أخذنا أنا أحضرت معكم بس ياريت ماني حضرنا. رح ناخذ شوية هيك معلومات تشريحية بالألم. طبعا كل كلية مقسمة إلى كورتكس وموديلا. الكورتكس فيها نفرونات والموديلا أيضا فيها نفرونات، والنفرون أو الجلوميرال يعني هي الوحدة الأساسية للكلية. كل كلية فيها ما بين 1 إلى 2 مليون نفرون، كل كلية فيها ما بين 1 إلى 2 مليون كليون، وهالكليون هذه تعتبر كلية بحد ذاتها. يعني النفرون الواحد يقوم بجميع أعمال الكلية بوحدة مستقلة عن جارته، بحيث إذا هالكليون هاد أصيب النفرون، النفرون اللي بجنبه يؤدي واجباته مطلقا، خلاص مات، اندمر، راح. مع مرور العمر كليونات تضعف تتموت 10-15% مع تقدم العمر بنلاقي هالكليون بيتموت. إذا أخذنا صورة تصغيرية أو تشريحية عن النفرون أو الجلوميرال، كل كليون أو نفرون فيه شريط وارد أفيرنت أرتريول يتوزع إلى مجموعة من الكبيبات الصغيرة أو الشعيرات الدموية الكابيلاري الصغيرة، بيطلع آخر شيء منه إفيرنت أرتريول. فنحن دخلنا بشريط وارد، طلعنا بشريط صادر، وهي الخاصة الوحيدة الموجودة في الكلية إنه دخول شريط وخروج، بينما بقية البادي دخول شريط وخروج وريد. إلا الكلية لازم تدخل بأرتريول وتطلع بأرتريول بسبب الضغوط العالية والعمل الكبير الذي يقوم به هالكليون هذا من حيث الفلتريشن والرشح الكبدي اللي كبير اللي يقوم به. بالمقاطع المجهرية أو بصبغة الفلوروسيل أو الإلكترون، مقاطع إلكترونية، بتلاقي إن كل كبيبة كل كابيلاري إلها عبارة عن منطقة من التجوفية يمر فيها الدم، بالإضافة إلى ثقوب موجودة بالمقطع الإلكتروني أوضح، نفوذية لبعض المواد غير نفوذية لبعض المواد حسب تركيزها وحسب شحنتها، بالإضافة إلى ميمبرانس غشاء قاعدي ذو شحنة سلبية. هالغشاء القاعدي ضروري وجود هالشحنة هاي مشان نعرف مين بيرشح ومين بيرشح، بالإضافة إلى هالخلايا اللي بتهمنا كثير البسودو سيل، خلايا القدمية أو الكاذبة، إلها مجموعة من الظهارة بتلف حوالي الكبيبة بشكل قفاز، يد القفاز، بحيث يكون لها استطالات تدخل جوار الكبيبة. وآخر شيء بيكون في عنا ما بينهما خلايا الميزنجيلية المتوسطة، لأنه رح نأخذ بكل أنواع التهابات الكلية أو إصابات الكلية. إذا أصيب الغشاء القاعدي مثلا يعطيك نمط محدد من أمراض الكلية، بينما إذا أصيبت الميزنجيال يعطيك أيضا مرض آخر. وإذا إصابت الخلايا البسودوسيلز خلايا الظهارية كمان تعطي مرض. لذا بالعرض رح يكون عندنا مجموعة من الصور التشريحية بالإضافة إلى الصور المجهرية الإلكترونية، 3-4 صور لازم أحفظهم بشكل أصم، لأنه كثير من أسئلة امتحانات التخرج والبورد بيعطيك صورة مجهرية
بيوضح لك انه هالميزان جيل فيها مشكله. تعرف انه في عندك نمط محدد من الجلوميرال نفريتس، او بيقول لك الغشاء القاعدي الطبيعي هيك والمرضي صار عنده والمرضي صار فيه اصابه ثانيه، فبتعرف انت عندك نمط اخر من التهاب كبيبات الكليه. لذا التقسيمه المجهريه يعني هي تخصصيه اكثر، لكن في بعض الاسئله بيجي منها، فحطيت انا بعض الصور بنشوفها بشكل تدريجي. اذا جينا مثلا كمان هي الكبيبه، هذا الافرنت ارتريول والافرنت ارتريول بالاضافه الى عمل كابيلاري اللي فيها غشاء قاعدي وخلايا ظهريه وفيها ايضا الميزانجيال سيل. كمان اخذ مقطع هون بين لي الخلايا البسودو سيلز والغشاء القاعدي، كيف البسودو بتركب على الغشاء القاعدي، الميزانجيال هي هي وهي عباره عن كتله دمويه. خلينا ناخذ منظر اخر بالمجهر الالكتروني، لاحظنا الغشاء القاعدي الميزانجيال الخلايا الظهريه بسودو سيل والميزانجيال هي هي. فإذا كانت الإصابة في الميزانجيال راح يكون إصابة مرضية، وإذا كان في الغشاء القاعدي أيضا إصابة طبية أخرى. هاي الميزانجيال، هاي الغشاء القاعدي، هاي بسودو، وهاي كتلة دموية كرية حمراء موجودة ضمن الكوبية. أنا إذا بيجيني مرض كوبيبي في شرح نظري شوي لازم نفهمه، بدي اميز الصوره العامه كطبيب داخليه، ما راح اقول لك طبيب كليه. في تخصصات فرعيه للكليه هو اللي بيساوي فحص مجهري، تجي صبغه معينه يحدد لي سب كلاس لاي اصابه، لكن كطبيب داخلي لازم تعرف الاعراض العامه لمريضك، شو هي المتلازمة اللي عنده، عجب نفرتك ولا نفرتك، من خلال فحص بولي بسيط، من خلال مظاهر سريرية، ثم اللي هي متلازمة نفروزية، حط عندك تصنيفات. متلازمة نفروزية بتضم 1، 2، 3، 4 أمراض، مثلا نفروتك سيندروما بتضم قليل التبدلات المينيمال تشينج جلوميرال نفريتس، او بتضم الاف اس جي اس يعني فوكال سيجمنتد مينيرال جلوميرال نفريتس يعني التهاب الكبيبات الكليه القطعي البؤري، او بتضم السكري، او بتضم الممبرانس جلوميرال نفريتس يعني اصابه الغشاء القاعدي. اربعه بس انت كيف عرفت انه هي نفروزيه؟ بتحليل. طيب انا اذا قلت لك خذ الصبغه الفلانيه وكان عندي اصابه في الغشاء القاعدي، عرفت منهم واحده خاصه في الغشاء القاعدي. اذا قلت لك من خلال الغشاء القاعدي في عندي اصابه، اسف، من خلال الفحص المجهري في عندي اصابه ضمن الخلايا الميزانجيليه ميزانجيوم سيل، عرفت انه الاصابه نفروزيه في صب كلاس فلاني. طيب كمان في التهاب الكبيبات الكليه في عندي مجموعه من التحاليل المناعيه، نحن بالعاده بنطلب المتممه C3 C4، ترتفع في بعض الامراض، بتكون نورمال في بعض الامراض، تنخفض في بعض الامراض، فلازم يكون عندك شيء بديهي وشيء سريع انه ما هي المتلازمات اللي بتخفض المتممه وما هي المتلازمات اللي بتحافظ على المتممه. كمان بيعرض لك احيانا بالمساله السريريه تحليل فيه بروتين عالي او بروتين منخفض، في دم ولا ما في دم، تعرف تتوجه لاي خيار. فانت عندك مجموعه من العوامل لازم تلعب فيها. خلينا شوي نقسم تقسيمات اللي بتهمنا كثير بالتهاب كبيبات الكليه. مثلا مريضنا بايش ممكن يكون بيجينا بصوره سريريه؟ بيقول لك عندي مريض 1، 2، 3، 4 صار عنده توزق، الم، اسف، الم الجهاز القلبي، صار عنده توزق مع زله تنفسيه، صداع، ارتفاع ضغط، دم في البول خلال يوم يومين، بعد انتهاء تنفسي سريع، بعد يومين، بعد اسبوعين، كل واحد له تشخيص تفريغي.
فراح نلاقي في عنا بروتينية، راح عنا الدماتورية، يعني في عنا بيلة بروتينية، بيلة دموية، ممكن أحيانا ارتفاع ضغط، أحيانا لا، أحيانا راح يكون عنا قصور كلوي، وبينتهي في المراحل النهائية بدمار أو خلل كلوي كامل. هاي الصورة السريرية اللي بنشوفها بأغلب مرضى التهاب حبيبات الدم. طيب خلينا نقسمها. إذا في عنا متلازمتين، في عنا نيفروتيك سيندروما وعنا نيفريتيك سيندروما، طبعا متلازمة نيفروزية ومتلازمة كلائية أو كلوية نيفريتيك. طيب مخبريا كيف تميز بيناتهم؟ كل مسألة في بلاد مخبر في لها تحليل، فأنت لازم تأخذ التحليل وتطلع عليه. إذا كان عندك نسبة البروتين أكثر من 3.5 جرام في بول 24 ساعة، فهي متلازمة نفروزية. طيب متلازمة النفرتك المتلازمة الكلائية بيطلع البروتين، بيطلع البروتين، لكن قلما بيوصل للأرقام العالية، أقل من 3.5 جرام. مستوى ألبومين الدم بالتحليل رح تلاقيه منخفض. مستوى الشحوم على رأس LDL عالي، يعني الكبد رح يصنع بروتينات جديدة، بالتالي البروتينات فيها شحوم. رح يكون في عندك وذمة بالإضافة لارتفاع ضغط. هاي الصورة العامة المتلازمة النفروزية. إذا بروتين أكثر من 3.5 جرام، ألبومين منخفض، ارتفاع في الشحوم، ووذمة بالإضافة لارتفاع الضغط. بالمتلازمة النفريتك سيندروما المتلازمة الكلائية، ما في عندي، في عندي بروتين، لكن كمية البروتين أقل من 3.5 جرام في الديسيلتر أو في بول 24 ساعة. هيماتوريا بيلة دموية، هي أهم صفة تميز بيناتهم. بالنسبة للنفروتك ما في عندي هيماتوريا، يعني ما في عندي كريات حمر مشوعة ديسمورفيك، يعني في عندي البنية، بنية الكرية الحمراء قرصية ذات وجهين، إذا طلعت لها بتحليل البول بتلاقي مثل ميكي ماوس رافع راسه وهيك شكل بيختلف. أحيانا بيكون عندنا ارتفاع ضغط، أحيانا بيكون عندنا وزمة، بتنزل كمان الشحوم والبروتين، لكن الميزة الرئيسية البروتين عالي، البروتين بيكون عالي بس ممكن نسبة عالية. الفارق الكبير بيناتهم هي البيلة الدموية وهي بيلة الكريات الحمراء المشوهة. دكتور، هون الألبومين بالدم ولا بالبول؟ دم، الدم. طبعا نحن هون البروتين ينقاس في البول، بروتين نافذ اللي بيعدي من الكبيبة، طبعا هن بياخدوا البالانس، التوازن ما بين بروتين الدم وبروتين البول، بياخدوا النسبة بيناتهم بيقسموها، النسبة بيناتهم هي فوق 3.5، هي نسبة واحد، لكن ياخدوا كقياس، كقياس. فيك ما تجمع بول 24 ساعة وشوف شلون؟ في نسبة، هلا بنحط المعيار. طيب خلينا ناخذ التقسيمه الاحلى. اذا في عندنا نيفروتيك سيندروما وعندنا نيفريتيك سيندروما، النيفريتيك اشتياق هيماتوريا، كل ما رحنا للبيله الدمويه كل ما صار عندنا متلازمه كلائيه، كل ما قربنا للبيله البروتينيه كل ما كان عندنا متلازمه نفروزيه. ايش السب كلاس اللي بيناتهم؟ عم ناخذ، لاحظ الدائره الاولى مينيمال تشينج، مينيمال تشينج جلومرال نفريتس، يعني ده قليل التبدلات، واحد. اثنين الاف اس جي اس فوكال سيجمنتال جلومرال نفريتس او سيندروما، التهاب كبيبات الكلية الكببي البؤري، البؤري القطع، يعني نبرانو مو يو اس نبرانو جي ان، يعني التهاب كبيبات الكلية الغشائي و الدي ان. اذا الدائرة الأولى ضمت النفروتيك أربع أمراض رئيسية، الام سي دي، الاف اس جي اس بالإضافة إلى الميمبرانو جي ان، وآخر شيء السكري. طيب لما تجيك مسألة رح تنعرض هلا، ما في عندها غير الخيارات الأربعة، طلع بيلة بروتينية، ما في دم، عندك هالخيارات. طلع في شيء بيوجه لي ما بين خيار هاد وهاد وهاد وهاد، ايه؟ كل واحد من هالامراض الثانيه رح يعطيك له خاصيه مميزه ما بتنساها طول عمرك.
خلينا نروح للنفراتيك سيندروما. في عندنا انتي جي بي ام او جود باستر، انتي جلومرال بيزمنت ميمبرانز يعني اضاد الغشاء القاعدي، في عندي الاي جي اي كمان اذا كان في عندي اصابه مناعيه، في عندي الانكا، الانكا بي والانكا سي كمان، في هاي الانكا الفاسكوليتس يعني الاصابه الوعائيه بالتحديد، مثل واغنر بالاضافه الى الفرفوريات وسترامستروك، والبي اي جي ان، البي اي جي ان السريع المترقي، اسف ما قبل ما بعد الاصابه بالانتان، يعني بريست انفكشن جلومرال نفريتس. هذول الاربعه ايضا بيقعوا تحت هالصف هذا. في عندنا اثنين، الذئاب الحمامي الجهازي وهو محور كبير بحد ذاته بيضم نفرتك ونفرتك، وايضا الام بي جي ان السريع المترقي يقع ما بين الاثنين، فهذا بيكون نفرتك وممكن يكون نفرتك. الصوره هاي يا ريت الكل بيرسمها بمخيلته، لانه راح ادخل هلا لكل مرض. يوقع بين اثنين لتتحول لواحد، ممكن بيجي فيها الشكل هذا، ممكن هذا يكون اثنين سوا، يعني ممكن بيلا دموية وبيلا بروتينية، ممكن يبدأ بشيء بشيء، ممكن يبدأ بشيء ويبدأ بشيء، نعم ممكن يبلش بالهاي وينتهي بهاي، لكن ميزتهم انه اثنين هذول ممكن يجي في نفس الشكل. طيب دكتور ايش الفرق بين البي انكا والسي انكا؟ هلا جاية المحاضرة، محاضرة طويلة هي، البي انكا والسي انكا، الإصابة تكون بالبداية والنهاية، حكي كثير نظري الألم، أنا بصراحة عم نزلهم بس خلينا نبلش شوي شوي لا تستعجل عليه، بس المحور هذا مفهوم الشكل، لأنه إذا ارتسمت القاعدة البناء بيكون سهل جدا. رح أعطي بعض الخصائص بعض هيك القالب. ما انا بدي اقول مثلا اذا كان في عندي اصابه كبيبيه من نمط النفرتك على مستوى الغشاء القاعدي، هاي متلازمه ألبر واحد، هذا مستوى متلازمه ألبر، هاي نقاط رح امشي عليها. اذا كان في عندي متلازمه نفروزية من نمط FSGS، فعندي إصابة في الخلايا القدمية تفقد الاستطالات، عم بحكي شوي مشعرية. هاي اثنين، هاي لآلة ها، بس مشان إشو ندخل بالتشخيص التفريقية. مثلا إذا كان عندي سكر غير مضبوط، سكر غير مضبوط مع إصابة سكرية متقدمة مزمنة مع إصابة الشبكية، معناته أنا وين دخلت؟ الفروتك على مستوى دي ام، بس الشرط الاساسي سكر غير مضبوط مع اصابه شبكيه او اعتلال اعصاب محيطي، يعني ما راح تجيك المتلازمه النفروزيه من منشا سكري مضبوط، او انت عم تاخذ علاج مضبوط وعمر السكر 5 سنين، العاده بيجي بعد 15 سنه مثلا. إذا كان في عندي اضطراب في المتممة C3 C4 نازلين، معناته في عندي ذئاب حمامي جهاز. إذا كان في عندي إنتان تنفسي علوي، إنتان تنفسي علوي رشح بريد احتقان، بعد يومين أو ساعتين صار عندي بيلا بروتينية، معناته انا عندي RGE معناته في عندي صارت RGE. هاي بس نقاط، لانه هالنقاط هي بتحل المسائل. ماشي، اذا كان في عندي امكان تنفسي سفلي ونزلت عليها، ان كان تنفسي سفلي لكن أكثر من أسبوعين هذا واجنا. إذا كان في عندي
إن كان تنفسي سفلي لكن من إصابة حامضية مثلا ربو ارتفعت الحامضية، هذا راح يكون في عمل MBGA. بس هاي النقاط إذا كان في إصابة في الغشاء القاعدي مثلا في الكاستا، إن كان تنفسي سريع RGE. الأنكر إصابات غاسبريتس راح تصير لحالة. إذا كان عندي سكر غير مضبوط صرنا هون. إذا كان إصابة في الخلايا القدمية صرنا هون. إذا كان إصابة في الغشاء القاعدي بنمط يطلع على هذا صرنا هون. يعني رح تجي مسألة فيها متلازمة هاي أو هاي مع عرض مجهري. وأنت بتربط التشخيص والعلاج، العلاج ما توسع فيه كثير من منك. طب انا بناخذ تحليل بول مثلا، ممكن اعرضك على عينه بول راح نشوف فيها فاتي كاست، احيانا بنشوف كريات حمر هي بالمتلازمه النفروزيه فقط بنشوف فاتي كاست ما بنشوف فيها كثير. ممكن نشوف بالنفرد كريات حمر مشوهه ديسمورفيك ريتروسايت، يعني في عندي شكل الكلية القرصي مشوه. بيعرض لك احيانا شكل الكبيبة من ناحية التلوين المجهري العادي، بتلاحظ مثلا عندك هاي الكبيبة، هاي الكابيلاري كلياتها، هذا التجويف، ممكن هذا الغشاء القاعدي، هاي الخلايا البطانية، وهون تجي الخلايا بسودوسيس أو الخلايا الظهارية. أحيانا بيعطيك صبغة الفلوروسين، بتشوف الارتسام هاي خاصة بالغشاء القاعدي، تفرق الصبغة ما بين صبغة وأخرى رح نحكي عليها. بيعطيك المجهر الإلكتروني فهو الأخضر، وتحلة الغشاء القاعدة، والاستقالات للخلايا الظهارية والميزانجيا السيل. هاي كرية هذا الشكل، هذا الشكل ما بنساه، هذا الشكل الطبيعي، غشاء خلايا الظهارية أو الخلايا الظهارية الكاذبة بسودو سيلز، وخلايا الميزانجيلية أو الميزانجيوم سيل أو المتوسطية الترجمة لها هالاستطالات وهالشكل المعهود. رح أعرض هلأ الامراضيات، بس ركزوا لي بهالشكل هذا مشان ما انسى. هون كمان صرنا نوضح بين النفرتك والنفروتك، ايش بتكون في الاعراض اللي حكيناها؟ ما بيهمنا. العلاج بشكل عام، العلاج رح أعطي خطة علاج عريضة متخصص في بعض الأمراض. العلاج أنا لازم أخفف كمية الملح المتناولة أقل من 2 جرام في اليوم، لازم أضبط الضغط أقل من 130 على 80، وأفضل خافضات الضغط ASR عشان أخفف الوزن أو أخفف البيئة البروتينية بالتحديد ASR. ولازم إذا كان في عندي أي إنفكشن أيضا أعالج، وهي خطوط عريضة. طيب كمان لازم أضيف بخطط العلاج إذا كان في عندي خثار، لأن كثير من المتلازمات سبلي خثار، وخاصة إذا كان إصابات على مستوى الفاسكوليتس الأنكة، لازم أضيف هبارين أو أضيف جليكسان أو أضيف أسبرين لضعف الإيمان. طيب خلينا نبلش بالسلايد الأول. هاي كخطوط عريضة، واضحة الفكرة يا شباب؟ واضحة. طبعا أنتوا أخذتوها بشكل سرد، أنا راح أعيش بشكل تجميع. إن شاء الله تكون مفهومة يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، أول مسألة. تفضل. طفل 5 سنين، ما في ماضي. نو فيزيكال، نو ماضي، ما عنده قصة ماضية سابقة. إجا على عيادة. لأول مرة بوجه متودم. ودى موتشو، تورى موتشو من 5 ايام، وزنه زاد كيلو، امه كيفت ما شاء الله، ابن سحبان الله عليه. سوينا له فحص، في الفحص كرياتينين طبيعي. طيب
احيانا تجيك المساله كرياتينين طالع طالع كثير، لازم تعرف شو نمط الاصابه. كرياتينين طالع مو طالع طبيعي، معناته الوظيفه الكلويه جيد. بتحليل البول عم نلاحظ 4 بوزيتيف بروتين، يعني 4 شخطات بروتين، يعني بروتين البول 4 جرام بال 24 ساعه او في الديسيلتر. بروتين البول عالي. وين صرنا؟ بس شفتوا رقم زائد 3 زائد 4 فوق 3 فوق 3 جرام كمان. 4 جرام، وين صرنا نحن؟ بالنيتروتيك. طيب ايش الكلمة هو؟ نور نيماتوريا، يعني ما في بيلة. طيب احنا صرنا وين؟ كم تشخيص تفريغي؟ طيب خلينا نكمل. عم نلاحظ البومين الدم 2.2 جرام في الديسيلتر كمان نزل. طيب طفل ما عنده اي سوابق مرضيه، اجاك فجأة، هاي كثير دارجة عندنا خاصة في سوريا ياما منا صاب فيها، تورم الام تورم وزاد وزنه وعين الله عليه، ما في اي مشكلة. صار الدكتور تحليل طلع البروتين عالي في البول والالبومين الدم نازل. فحص المجهري للبول ما في دم، معناته انا ضمن اطار المتلازمة النفروزية. النفروتيك سندروما. النفروتيك سندروما ايش عندنا الخيارات؟ الخيارات اللي بتقول لهالمريض هذا في عندنا اما قليل التبدلات الاس جي او القطع البؤري او ميمبرانو جي ان خط الغشاء او السكري. انا فين السكري؟ طفل. رح اعرض لك صورة مجهرية مثلا. عم بلاحظ الصورة تقريبا شبيهة بالصورة الطبيعية. ما في شيء عندي يعني اشكال تجاويف نفسها بالمزنجة الطبيعية، ما يشير فيها شيء كثير. فهذا الصورة المجهرية. شوفوا لي الصورة المجهرية. خلينا نرجع عن الصورة القديمة. غشاء قاعدي، البسودو هون، والميزانجيا ميزانجيا صايرة لبرا أو خير خلال بطارية. أنا بعطيك الصورة هاي بدي أرجع أفرجيك الصورة هاي على السريع. إيش نلاحظ؟ طلعنا الصورة هاي براي عليك الاستطالة. أنا بلاحظ الاستطالات الخلايا الظهرية في حالة المحتة. طفل صغير بيلة بروتينية، المحال استطالات هذا داء قليل تبدلات نقطة داء. بس احفظ المنظر واحفظ ايش موجود عندك. هذا المحال كامل الاستطالات خلايا ظهرية هذا داء قليل التبدلات. جميل مالتشين بيضروا نفريد. بس حصل أخذنا خزعة يعني من جديد؟ أخذنا خزعة بعد الإصابة. هذا بيستجيب على السيارة. سامحني. هلا كمان السؤال كويس. داء قليل التبدلات بالعادة 80-90% بنشوفه عند الأطفال. نادر عند الكبار، 10% بنشوفه عند المتقدمين في الأعمار، لذلك أخذنا خزعة لنميز إنه موجود عند الكبار كمان ولا لا. فهو موجود عند الكبار لكن نسبة قليلة، لكن أنا جاني مريض طفل خلال يومين ثلاثة صار عنده هالبيلة البروتينية هاي، وتحليل البول ما فيه لا هيماتوريا ولا شيء، وجهت متلازمة نفروزية من نمط الـ NS الـ MCG قطعًا أو الـ MCD قطعًا. هل في داعي آخذ خزعة؟ هو المرض الوحيد الشيء عند الأطفال، ما في داعي آخذ خزعة، لكن لما أخذوا خزعة لاحظوا ان الخلايا الظهريه في حاله محال، لكن علميا الام سي دي لا تاخذ قطعه. المرض الوحيد عند الاطفال اللي بسبب بيله بروتينيه بدون بيله دمويه، وحاله عامه جدا. دكتور كيف نميز المحال بالضبط يعني؟ الزوائد هي المحال. الزوائد هي الخلايا الظهريه
الشكل العريض لها كله رايح. خلينا فاجئ الصورة قديمة. هاي الزوائد شكلها كله رايح. عم لاحظ منطقة هاي كلها رايحة. هو لسه عندك شيء قليل. فالشكل هذا بالمجهر الإلكتروني وضح عندك المينيمال تشينج دي سي. طبعا هذا اشياء مرض بنشوفه عندنا بصراحه، هو اشياء كثير عند الاطفال، بيجي عند الكبار مش عند الكبار، لكن بنسبه قليله جدا. هاي المينيمال تشينج ديزيز. اذا 10-20% من حالات التهاب ذبيبات الكليه هو من النمط هذا. 80% بيكون عند الاطفال، يحدث عند الكبار بشرط لازم يكون ياخذ ادويه انسايز، او بيكون عندك لمفوما. يعني اذا كان عندك كبير في العمر 80 سنه وعملت له خزعه، عنده بيلا بروتيني، عملت له خزعه لاحظت انه فيه النحاء في الخلايا الظهريه، حاز عن الاورام، والاورام من النوع الشو الدمويه مش الصلبه، يعني مش ورم كولور او ورم معدي او ورم غدي، حاص عن الاورام الدمويه. رح تلاقي في هلا مرض جاي انه شائع في الاورام الصلبه السول، بينما هو الليمفوما طبعا هو محدد لذاته، تحسنه سريع، معالجته ممتازه، علاج كورتيزون، بريدنيزون 1 ملغ على كل كيلوغرام في اليوم او 2 ملغ في كل كيلوغرام يوم. لا هذا المينيمال تشينج ديزيز، ما في شيء واضح اتوقع، وبسيط جدا وشائع، مرض خفيف وبنشوفه كثير بالحالات الاطفال في بلادنا، شائع كثير. هل في مساله ثانيه؟ سوابق ارتفاع توتر شرياني اجانا بوزنه. وزنه زاد 10 كيلو جرام خلال 6 اشهر الماضيه. يعني وزنه مترقيه ببطء. الضغط شوي طالع 151 على 90. فحص كرياتينين شوي طالع. يعني بعتبره من الطبيعي. فحص البول بيلا بروتينيه 4 جرام في بول 24 ساعه. زائد دم. كريات الحمر 4-10 من الكريات الحمر. سواء. نسبة البروتين على الكرياتينين عالي 6 جرام 6 جرام. الألبومين منخفض. الألبومين منخفض. بالفحص الدموي لاحظوا ان الكريات الحمر غير مشوهه، يعني مو تحليل دم معناته الكريات الحمر هي بتعمل ميكروفيت سيندروما، لا، الكريات الحمر طبيعيه، طبيعيه الشكل. لما بقول نفرتك لازم كريات حمر بيقول لك مشوهه حصرا، لان الكبيبه هي بتشوهها، لكن عندي الصيغه البروتينيه عاليه، في شوية دم لكن مش نفرد. انتبه ما بقول لك، لما يعرض لك المسألة بيقول لك ديسمورفيك، يعني الشكل مشوه، المورفولوجي الكرية الحمراء مشوهة، لكن هون طبيعي. البروتين عالي، إذا أخذ نسبة البروتين على الدم على البول نسبته 6 جرام عالية كثير، والألبومين نازل. راح اعرض لك يا صاحبنا عرضنا التحليل
عرضت لك صورة مجهرية. خلينا نقرأ هالصورة هاي. هاي الصبغة العادية المجهر الضوئي، هاي صبغة الفلوروسين، وهذا المجهر الإلكتروني. بلاحظ أنا بالمجهر الإلكتروني في عندي شيء بتبوز هالشكل هذا الجديد اللي ما شفته على مستوى الغشاء القاعدي. في عندي مجموعة من العوامل الالتهابية التكاثرية على الغشاء القاعدي بشكل حدبات بالبوز. اجت فوق الغشاء القاعدي، والشكل المميز هذا نمط من أنماط التهاب الكبيدات الكلية على مستوى الغشاء القاعدي. خلينا نشوف إذا إن هاي الكبيدة، هاي البلوميرا، هبلاحظ الدبوز ما واضحة هون بهالصورة هاي، ممكن هالكثافات هاي الزيادة السوداء الزيادة على مستوى الغشاء القاعدي. بلاحظ إذا أخذنا بهالمقطع هاد، إذا أخذنا هاي الكبيدة واحدة، ممكن صار عندك تكثف كثير بالغشاء القاعدي، لكن المنظر الإلكتروني هو الموجه أكثر. بنفس القصة السابقة، مريض عمره 57 ضغط مرتفع، شو اللي وجهني المشكلة الكلوية؟ ليش ما تحطوا الضغط معك؟ بيلة كمية البروتين في بول 24 ساعة، ضغطك إطالع معك أنا الضغط عالي، لكن عندك بيلة بروتينية وزمان، يعني الضغط ما راح يسبب لك بيلة بهالحجم هذا، رقم عالي كبير، ممكن الضغط بصير أزية كلوية. لكن ما بيكون ترقية بهالسرعة هاي بكمية البروتين العالية. تحليل الوجه مش الضغط. أصلاً بحياته الضغط ممكن يفاقم قصور الكلية، لكن إلا اللي بيصير لك أذية حادة في الكبيدات. الكرياتين فارغة الكريات الحمراء مشوهة هون. الكرية لا بعطيك الشكل الدك يعني لما بتركب القصة اللي بعدها. هون طبيعي. هون طبيعي. إذا في عندي ديبوز كثير ارتشاحات من نمط التهابي على مستوى الغشاء القاعدي، هذا على الأغلب بيلة نفروزية أثرت على الغشاء القاعدي. مين عندنا بالتشخيص الأربعة كان الميمبرانس؟ مين كان المرض؟ كان الميمبرانس جلوميرال نفريت نفروتيس أو باتي جلوميرال باتي يعني. طيب خلينا نشوف الممبرانو. هذا الممبرانو نفروباتي يعني عديان الكلية الغشائي. عديان الكلية الغشائي غالبا مجهول السبب، ما معروف السبب. شائع عند الكبار خلافا عن مينيمال تشيلد. ممكن يكون له منشأ ثانوي، ممكن يكون له منشأ ثانوي، ممكن. ايش هو المنشأ الثانوي؟ انصاب مضادات التهاب اللاسيك روتين سول كانسر، سرطانات الصلب. لما انت بيجيك مريض عنده التهاب كبيدات كليه من نمط النفروزي وشخصت مجهريا انه هذا ميمبرانو، ابحث عن الأوراق دائما، خاصة متقدمين في الأعمار، ابحث عن الأوراق. مسألة بتنعرض، مسائل السن السياسي والبور بيقول لك مريض 80 عام عنده سرطان البروستات، سرطان معدي، صار معه بيلة بروتينية، ما هو التشخيص؟ ميمبرانو قطع. بس ايش نمط السرطان؟ صلب. الشغله الثانيه لازم احطها في بالي، بنت عرضت مسائل وعرضت علينا كثير الفحص الداخليه، ايش هي الفيروسات اللي تترافق معه؟ البي او سي. دائما كل مرضى البيله النفروزيه للمتقدمين في الاعمار من نمط الميمبرانوس حلق الكبد، شوف عنده التهاب كبد بي ولا سي ولا لا، لانه انت اذا بدك تعالج بالكورتيزون وعنده بي وسي خربت الدنيا، ضربت المريض. لذا بتعالج السي والبي ثم تنتقل لعلاج البيلة.
لأنه السبب الأساسي يكون التهاب كمان بي أو سي. أحيانا تترافق مع الذئاب، لكن الذئاب نحوها لحاله. ثلث المرضى يكون شفاء عفوي، ثلث المرضى يتطوروا للأسوأ وممكن يوقفوا عند حد معين من قصور الكلية. يعني المرضى دول ثلث شوف أنت بتابع. العلاج مخفضات المناعة سايتروفسماد وكورتيزون أو تاكرومونس مع سايكلوفورين مع البريدنيزولون. طبعا في بروتوكولات كبيرة للعلاج، كل جمعية كل أوروبية ولا أمريكية تعطيك علاج وصف علاج. في ناس بلش بالبروتيزون 6 أشهر بس لحاله ما بدخل مخفضات المناعة، في ناس تعطي مخفض مناعة مع البروتيزون سواء، كل واحد له رأي. أنت عم يهمك علاج الأساسي مخفض مناعة مع كورتيزون، هذا العلاج. لكن أنت الشيء لازم تركز عليه إنه هالنمط هاي بترافق مع السرطانات. فإذا جارك عرض عكسي السؤال عرف أنت وين بالمبران. طبعا أكثر مرض سبب خثار هو المبران، لذا يتوجب علينا أن ننزل الهبارين منخفض الوزن الجزئي في العلاج بالإضافة إلى ما لقيت مثلا ممكن دخل الكليكسان، ما لقيت تعطي وار فرعي، تعطي أسبرين. المهم لازم تعالج الخثار، شائع جدا في الممبرانوس ميكروباكتيريا. وحكينا بالنسبه للكورتيزون اللي نحن مع بعضين كان يحسن يعني وظيفه الكلي الكورتيزون كان يسرع الكلي ما بيأثر بالعكس. هدول النمطين صار كان علاج الكورتيزون ايه؟ شو عم يأثر الكورتيزون حتى بيصير فيه مثلا شوكان؟ شلون؟ يسرع الكلي يعني. ما بعرف الآلية يعني حكيم، بس أنا بعرف يعني أنا لما كانوا كانت الأطفال معنا في المشفى لما بيجينا المينيمال تشيل علاج كورتيزون، بس الآلية كيف مش بتطلع عليها، إذا حدا بتطلع عليه خبرني. دكتور هذا السؤال الحكيم بالهاي بالأم كل الداخليات وكل الجراحات علاج ستيرويدات ما بنعرف عليها. إيه ما أنا من بتطلع عليها. حكيم بالإم جي إن في أضداد موجهة للغشاء، يعني هون الغشاء بيلعب دور مصطبط تمام، تيجي الضاد ترتبط معه، فعلاج انه انقاص الضاد هو المناعه. ماشي على الاغلب نتيجه علاج الاضداد المناعيه ضد الغشاء المناعي وهو مخفض مناعي. هذا كان لانه الغشاء المعدي مصاب، ما كان انه على الغشاء المعدي. هذا اخصائي نفس اللي ما فيني اقدمه. هذا الممبرانوس في اي صور على الممبرانوس؟ شو حصرا لازم نحطها؟ ايه حصرا كذا الكلام عندنا بالمحرر في تشريح ما ضيق. لا ما في، لا هاي المشكله. طيب تجريب توجيه ناخذ مريض 41 سنة أنثى ما عنده سوابق مرضية، وجدنا بتعب كمان وزن عم يزيد خلال 10 أسابيع الماضية، ضغطها شوي طايلة، في عندها 3 إديمة بالفحص السريري، كرياتينة بلش يطلع، بروتين عالي، نسبة البروتين على البروتين الدور على الدم كمان عالي، والألبومين ناس. وين أنا بأي صف؟ نفروتك. خلينا نشوف هالنفروتك هاد إيش نمطه؟ أكيد ما هو مينيمال تشينج، أكيد ما هو تقليل زيرو. ما في عندي شيء معيار واضح لي، راح نحط منظر مميز جدا للفوكال سيجمنت غلومرال نفريتس. عم لاحظ عندي كوبيدا فيها شيء طبيعي مثل الحصان وفي شيء مرض، يعني جزء من الكوبيدا فيه اصابه مناعيه او اصابه تصلبيه وجزء اخر نورمال. بالمجهر الضوئي
في المتجر الإلكتروني آسف أبا لاحظ ما يلاحظ شيء يعني مش واضح كبير لكن المتجر العادي الطبيعي هو الأعطاري يعني الشيء المميز بالمجهر العادي انه الاصابه بتكون مقطعيه يعني مكان مصاب مكان غير مصاب نتيجه الاصابه الترشحيه او الاصابه القطعيه المناعيه فيها فهذا الشيء مميز للاف اس جي اس جي اس يعني التهاب كبيبات الخليه البؤري القطعي شيء مميز من اسمه يعني فوكال سيجمنتال فوكال يعني قطعة سيجمنتال جزء يعني ممكن تكون الكبيبات كلها مصابة لا عدد من الكبيبات وضمن الكبيبة جزء من الكبيبة مصاب فقالوا فكنا الكبيبات الكلية بؤري بعض قطعي يعني ضمن جزء من الكبيبة وهالشي هذا اللون هذا مميز لإله الـ FSGS أشياء التهابات كبيبات الكلية النفروزية عند المتقدمين في الأعمار هو الأشياء فقالوا فوكال سيجمنت أكثر مرض مرافق له إيكس وخاصة في الولايات المتحدة ممكن يأتي بسبب ثانوي نتيجة البدانة أو السكري أو السولاتريكيت يعني مشكلة فقدان الملح كلوي نتيجة إصابة في قنوات الصوديوم نادر 50% تطور 50% شفاء خلال 5 سنوات و 50% تطور العلاج الأساسي كورتيزونات ومخططات المناعة هذا بشكل عام إذا الفوكال شائع عند المتقدمين في الأعمار بالعادة يكون نشأ بدري أو ثانوي الثانوي أسبابه كثيرة على رأسها السكري والبدانة حتى أحيانا بيكون مع الملاريا والإيدز ولما بتكون الكلية وحيدة في بعض الدراسات إذا كان كلية وحيدة وصلنا نفقد جزء من الكلية وبطلت تلحق الكلية أو كليتين مع بدانة كبيرة مع حجم كبير كمان بصير عندنا إصابة بؤرية قطعية والسكري كمان عامل مؤهل له استجابته 60% على الكورتيزونات خلال 5 سنوات استجابة جيدة ثواني العلاج الأفضل لازم نضبط الضغط في الإيس والأربس نعطي الإيس والأربس على نزل البيلة المتنطية أنا جزء من جزء نعم معروف من جزء البكتيريا لازم نضبط معدل رشد كبيرة قبل صح؟ نعم هيك حاضي صار جزء جزء ما رح يكون بعد رشح كثير غلط أكيد ولهذا كان الكرياتين طالع لأنه أنت إصابة إذا قل لك عندنا 2 مليون كبيبة رح ينصاب جزء من الكبيبات يعني فوق شو قادر ينصاب؟ نقول 200,000 كبيبة باقي شغال 200,000 مو إصابة بكل الكبيبة 200,000 المصابين جزء من البنية التشريحية لها داخل شغال طبعا جزء صغير هذا أسرع معدل رشح ممكن تنزل من 180 أو 120 إلى 50 بينزل حسب حجم الإصابة حسب كمية الإصابة على الصورة المبينة الإصابة نص هالصورة هيك هاي صورة للكبيبة جنب ايش وضعها ايش عرفني هيدا الصورة هيك هاي الفوكال سيجمنتال
هيا نشوف اخر حالة لل للنفروتيك. 26 سنة عنده سوابق سكري من 10 سنوات 12 سنة مع إصابة جانبية إصابة شبكية. ملاحظين في عندي إصابة على مستوى الشريان الشبكي. معناته إيش حالة؟ سكري متقدم غير مضبوط. هي أهم شغلة. لو ما عندك إصابة شبكية ما بتروح على اعتلال كلية سكري. سكري متقدم غير مضبوط. ضغطه عالي شوي. لاش جي رجعنا بوزنة وضبط. كرياتينينه طالع شوي. بروتينه عالي. ما في دم. ما في دم. مسألة كيش في حالة بحالة. كيش في حالة. دكتور أسرع 100% بدي يترافق مع اعتلال شبكي. لا ممكن لا صادق ممكن إنه سكري متقدم العمر. يعني حتى قالك شوف العمر صاروا 12 سنة سكري فوق 10 سنوات. يعني اعتلالات اعتلالات الكلية واعتلالات الأعصاب السكرية أنت بتكون 10 15 سنة. السكري بالغشاء القاعدي يصاب والخلايا الميزنجية بتصاب والخلايا البطانية يعني بضرب أغلب الكبيبات فبيغير البنية التشريحية للكبيبة. أنت ممكن تفكر أنه راح الاستطالات الميزنجيوم سيل كمان تأثرت الخلايا البسودو كمان تأثرت الغشاء القاعدي أيضا صار تين. يعني ميزة السكري الإصابة بتكون شاملة لكل أجزاء الكبيبة من الناحية المجهرية. العلاج ضبط السكر لكن الأهم من ضبط السكر ضبط الضغط. ولهذا في كثير من المسائل بدون ما بيذكر لك أول شيء بيقول لك العلاج الأمثل ضبط الضغط والسكر. ولهذا حط الضغط هو ما قال ضبط السكر بعدين الضغط. ضبط الضغط هو الأمثل. لا يفعل. طبعا هل في داعي إنه أنا أساوي أزعة كلية أيضا؟ الصورة السريرية كاشفة مثل المينون تشين صورة خلص صورة لكن سكري متقدم. طبعا نحن بأخذوا انت السكري ولا أخذوا السكري أخذوا الغذية انت بنساوي تحليل نحن بيلة المجهرية وبيلة عيانية موين انت كل ستة اشهر بين اين نمط الثاني نمط الثاني. فإذا كانت عندي بيلة مجهرية أنا فحصت فحص عمياني طلع ما عندي سكري في البول بيلة مجهرية لسكري نمط ثاني. إمتى أطلب أنا البيلة الفحص الآخر؟ بعد خمس سنوات. بعد خمس سنوات. فإذا كان سكري نمط أول النمط أول بعد عشر سنوات من الإصابة ومن طلعت معي أطلبها كل ست أشهر أي من الناحية الموخطة إذا خبتوها ولا ما خبتوها. نصنا من الشوط الأول كابتن ماجد روحنا الصف الأول. إذا كان عندي MCD معناته طفل صغير بيلة بروتينية والنحافة في الخلايا الظهارية أو البطانية. إذا كان عندي فوكس سيجمنتر فوكس يعني إصابة في أجزاء غير أجزاء وهو الأشياء عند المتقدمين في الأعمار لازم أبحث عن مين؟ سرطانة لازم. إذا كان عندي ميمبرانو جي إن معناته في عندي تلبوز على مستوى الغشاء القاعدي ولازم أبحث عن شو؟ تماما لازم تكون ورمية. وإذا كان سكري لازم السكر له فترة زمنية طويلة. العلاج كورتيزون مخفضات الرياح هاي بالمجمل. أنا بدي علاج بابا قديش المناطق وش النوع وكذا وكذا لا هيك علاج بالمجمل ما عدا دي ام ضبط السكر بابا. خلصنا من الميكروتيك. في أي سؤال عن الميكروتيك؟ صورة واضحة؟
اللي عندكم السرد طويل يعني. لو اخذت المحاضره معكم كانوا الله يعطيكم العافيه كانوا حضرين 12 واحد. إيه انا حزت اطلع لانه شيء ممل يعني عرض هي ممله المحاضره للامانه يعني جلوميرال وكياتكم كلها محاضره طويله وكلها تحت تخصصي يعني وبتنعرض كثير شيء نظري بتتعب فكان عرضكم طويل فانا مليت لكن اضطريت انه اكمل هيك المحاضره بشوف حضورك. هذا العرض العملي راح نعرض هيك مسائل سريه مثل ما عرضناها هلا بالفحص اللي سويته فحص طبعا ما بعرف بهالعرض هذا ان شاء الله تكون الصوره واصله وبسيطه ان شاء الله. ناخذ استراحه 5 دقائق عشان نبلش بالمفرد الشروطي. انكر بي اي جي ام طبعا الاي جي ام انتي جلوميرال بيسمنت انتي بادي يعني اضاد موجه للغشاء الفاعلي. الانكر سي انكر بي انكر اضاد موجهه ضد الفاسكوليتس ضد الاوعيه والاي جي اي مطبقات المناعيه بالاي جي اي والبي اي جي ام يعني بري انفكشن وليفرال ريفلكس يعني غياب الكبيدات المحرمه بالامكان. هالاشكال هي النفرتك الصورة السريرية ممكن تجي اكيوت يعني حالة رابد يعني سريعة يعني لك تعمل سريع خلال ايام الى اسابيع فممكن تجي كرونيك شوي شوي تتطور الحالة فكلها ممكن تصنف تحت رابد جلوميرال نفريت يعني فيها كبيدات الكلية السريع تركي أو مثل تكون كرونيك مزمنة. فهندخل بواحدة واحدة للنفريتك مثل ما عرضنا سابقا. أنا بلش بالمريض الأول. أبلاحظ معينة الجوربية دموية. دموية. مريض 23 سنة شاب. ما عنده سوابق مرضية. أقول لك من يومين كان في عنده بيلة دموية بالبول. لاحظ عنده انه في البول مدمع ضغطه طبيعي كرياتينين طبيعي بروتينه شوي مش يعني مثل ما شفنا 4 بلس كمية كبيرة في الدم 30 ل 50 كريات حمر راح يعرض لك هلا شكل مجهري للكرية الحمراء ونسبة البروتين 1.1 مش يعني مش كثير. إذا أنا في عندي متلازمة كلوية من نمط النفرتك يعني من نمط الكلائية قصدي بدليل إنه وجود بيلة بروتينية هي المسيطرة ونوعا ما بيلة دموية هي المسيطرة نوعا ما بيلة بروتينية. نحن عرفنا انه بالنفرتك ممكن تكون البيلة البروتينية عالية ممكن تكون دورة متظاهرة يعني ما هو كثير لكن كريات حمراء هي الأساسية الموجودة بالإضافة إلى تشوه في شكل الكرية الحمراء. هيا ناخذ خزعة من الكلية. هاي منظر مجهري فلوروسيني بالإضافة إلى
الكترون. عم نلاحظ شيء؟ ايش عم نلاحظ؟ انه في تكاثر قلوي زائد. لكن بالتلوين المناعي بس نشوف انه في ترسب. في ترسب على مستوى الغشاء. في ترسب على مستوى مناطق من الغشاء. ثروه الفلوروسين هي اوضح. وهالترسب هذا يعني اذا لاحظين هذا الغشاء القاعدي الصوره عن هذا الغشاء القاعدي في ترسبات خطيه فرقت عن الديبوز اللي شفناها بالتهاب كوبيلات الكليه من نمط النفروتيك من نمط النفروزي يكون بشكل حدبان. عم لاحظ خطي يوضح انه خطوط حتى بهالشكل هذا خطي على مستوى الغشاء القاعدي. وبتشوف الصوره العاديه بتكون نوعا ما يعني اذا بدي اقول هالترسب هذا ممكن يكون خطي وليس بشكل كتلي او بشكل حدبي يعني. وبلا نفروتيك خلائية وليس كلوية. شو عنا الحالة؟ الـ RGA النفروباثي. خلينا نشوف ايش هو الـ RGA. هو أكثر أنماط الكلية شيوعاً داخل عباد الكلية النفروكيلائية شيوعاً. وأغلب الحالات تترافق مع الأمراض الهضمية مثل داء الزلاقي، التهاب الأمعاء، التهاب الأمعاء، الكروم، يعني الأمراض الهضمية بالإضافة إلى فرفوريات من نوع بيروكش اللاي. البيلة بتكون بيلة دموية والبيلة البروتينية بتكون متوسطة. محدد لذاته ممكن شفائه سريع بيكون تطور يكون قليل. علاجه الأساسي بالسيترويد والإيس والأربس. في دراسة بتقول زيت السمك له دور كبير في علاج الـ RGA. الـ RGA يعني إيش هو بالعامية القديمة قبل التصنيف الجديد؟ إيش كانوا يقولوا اسمه المتلازمة؟ برجر قديما برجر لكن هلا شالوا التسميات هاي سموها RGA نفروباثي. مرض محدد لذاته بالاعمار بالعاده بتكون 20 30 سنه. اكثر خاصيه بتجينا بعد رشح وجري. يعني شاب صغير 20 25 سنه رشح درب صار عنده امكان تنفسي علوي مباشرة طلع على البول صار لونه احمر مع شوية وزمات ممكن كثيرة ممكن قليلة. بالاضافة الى فرفوريات طفح. هاي اغلب الاحيان بتكون الـ RGA نفروباثي. العلاج علاج كورتيزونات او ممكن بتروح لحالها حتى في كثير من المرضى شائعة كثير ستيرويدات بس. والعلاج يعني المرض شائع كثير بنشوفه عند الشباب. صار عندي طفح فرفوري مدسوس احيانا الا والله حتى مدسوس يومين ثلاثه مع شويه دم في البول وراح. امتى جاك؟ بعد امتحان تنفسي علو. فتكون الضاد الـ RGA موجهه للغشاء القاعدي بشكل خطي حتى الاوعيه الدمويه الصغيره وعلى راسها بريد الانف والانتانات التنفسيه العلويه. بالفعل هو من الامراض كثير الشائعه وعلاجه علاج عرضي مثل قليل التبدلات ما بنساوي له شيء بس مراقبه وشويه كورتيزونات وشيء. علاج الضغط ما بنسى دائما بالايس اس. هاي نشوف الحاله
17 سنة أنثى عندها إنتان علوي من 14 يوم تعب وزمات آلام مفصلية ضغط عالي كرياتينين طويلة بلاحظ ما بلش الكرياتين يطلع البيلة البروتينية شوي زيادة والبيلة الدموية فيها تشوهات وعدد كبير. عم لاحظ ذكرني بالمسألة إنه المتممة ناقصة منخفضة سي 3 سي 4 منخفضة والأسلو عالي يعني خلينا نربط زي بالحمام لا العقديات خمس بالعقديات بعد الانتان تنفسي هذا يصاب بالعقديات يعني الـ VIGN الذئاب محاضرته خاصة الأنا والأنتي دبل ستراندد الأنتي دبل ستراندد تبعيات الغشاء القاعدي هذول تحاليل مناعية لكن المجهر ايش عم بلاحظ بالمجهر ما بعرف دكتور معلش يا دكتور معلش احكي شوي دكتور بالنسبه لل هون بتصير ترسب للأضداد من نوع الاي جي جي على الغشاء القاعدي بيكون الترسب مستمر وبيكون استمرارية الترسب تمام والأعراض بتصير بعد 15 يوم من الخمج بالنسبة للآي جي اي بعد يومين لساعتين والترسب بيكون على شكل على الغشاء القاعدي بس مو بشكل مستمر بشكل هيك حبيبات أو كتل مثل ما قال مصطفى الصفة المميزة للآي جي بعد الانفكشن هاي بوست انفكشن جي اي انه في عندك انتان تنفسي علوي لكن الاصابه ظهرت بعد اسبوعين الاصابه البوليه او النفرتك ظهرت بعد 2 ل 3 اسابيع من الاصابه الصدريه فيها مثل هذا 80% ممكن شفاء عفوي 80% من الحالات العلاج شويه ستيرويدات مع انتي بادي استبيتك مشان الانتانات التنفسية ناسي كروريد ناسي كروريد علاج عرضي داعم شوي صادات وماء إلى آخره إذا هذا بوست انفكشن بالجي إل راح لازم نميزه عن آجي نفرتك إنه بمدة الإصابة وزمن الإصابة لظهور البيلة البروتينية إذا كان في عندي إصابة تنفسية علوية وظهرت الإصابة البولية بعد ساعتين ليومين أنا بتوجه مباشرة للآي جي إيه أما إذا تأخرت بعد أسبوعين لثلاث أسابيع لازم أتوجه للبوست إنفكشن جي إيه علاج عربي طيب خلينا نشوف المسألة هاي كمان ثمانين سنة سواب الضغط جانا بتعب وجع مفاصل آلام بالأذن هاي نزل شوي أنف سعال وفيلة دموية ضغط شوي طالع كرياتينينه عالي كريات البيل 14 في البول رح حط تحت خطين الحمر بيلة بروتينية وفي عندي كريات دموية من نوع الكيست يعني دماء مشوه سرعة تسفل عالية جدا والمتممة طبيعية طيب ما كل كريات بيض في البول معناته التهاب مجاري بولي لا ما كل كريات بيضة يعني تسويت تحليل بول في عندك كريات بيض تقول فقط التهاب مجاري بولية طلع الكبيلة ممكن يكون في عندك مشكلة إنتانية ممكن في مشكلة مناعية لهذا لازم تنتبه بتحليل البول طلع على كل
التحليل، وعلى رأسه البروتين وكريات. هل اختيار هذا بعد إن كان تنفسي علوي على مستوى القصبات قبل الرئة قبل تفرعاته، وعلى مستوى الأنف إجانا ببيلة بروتينية مع بيلة دموية، معناته أنا في عندي نفريتك سيندروما. إيش هو النمط هذا؟ هيا نشوف التحليل رمضان. بنلاحظ في عندك أو يعني مثل الشكل الحبيبي، شكل حبيبي أو كتلي على مستوى الكبيبة. آسف هون أنا مرات لازم هاي الكبيبة لازم هون مثلا خلينا نشوف الشكل، ممكن مثل الأورام الحبيبية الكتلية ضمن صورة المجهر الضوئي أو هذا الملون بالفلوروسين. واضحة عندكم هون الصورة هاي الفلوروسين، يعني مش واضحة. هذا البوسي إميون. إيش البوسي إميون؟ بوسي لا بوسي إميون يعني لا مناعية جي اي، يعني ذياب كبيبات الكلية لا مناعي، وعلى رأسي واجنا شارستراس وبالإضافة إلى السي أنكا والبي أنكا. طبعا في تقسيمات أحدث صارت، واجنر سيناني واجنر صار يسموه جي بي اي الإصابة بال يعني يشوف ان الحبيبومات جرانولار يعني وبوليك بوليجيتايتس، إصابة بالطرق التنفسية العلوية أو السفلية أو حتى على مستوى الأنف. أعطاني سي أنكا، سي أنكا بتحليل المناعي نمط سي. هلا حيكون إذا كان النمط الثاني اسمه إم بي آر، إصابة بالطرق السفلية من نمط البي أنكا. أما بالنسبة للتشارتس كمان إصابة بالطرق التنفسية السفلية على مستوى القصبات، لكن هون إيش بيكون عن الحامضيات طلع فسموها كمان بي أنكا وسي أنكا، لكن بي أنكا أكثر من السي أنكا، فهي تحاليل مناعية. أنت لازم تميز بين هذول ثلاثة بموقع الإصابة وإيش وضع السي أنكا والبي أنكا، لأن هيك بينعرض بالمسائل. مثلا إذا كان عندك البي أنكا، إذا كانت الإصابة على مستوى الرئة والسلاتة الرئوية وارتفاع الحامضيات، فأنت من نمط شارستراس. أما إذا كان عندك إصابة سفلية لكن ارتفاع البي أنكا، فأنت على نمط الـ MBA. أما إذا كانت إصابة علوية وارتفاع السي أنكا، كان عندك واجنر سابقا. دكتور عادة هاي الأمراض تتميز بارتفاع سرعة التصفر من هاي؟ عالية جدا. لازم سرعة التصفر. نحن عرفنا سرعة التصفر عالية. عرضنا بي اس ار عالي. عرضنا بي اس ار عالي. العلاج كمان سيترويد مع مثبطات مناعية. في دواء جديد اسمه ريتيمكساب. معدلات مناعية. معدلات مناعية اخذته بالمفاصل الغثوية. كمان دواء جديد غالي. فلاكونات بيعطوها. أنا شايفه يعني فلاكونة حقها 140 دولار أو 100 دولار. كثير نوعي خاصة لالتهاب المفاصل والأذى في الغريز، وخاصة من البوشي بوشي بوشي أميون. أحيانا بيقولوا بوشي أميون. يعني هاي لا مناعية ليست أميونية. بس ميز، برجع أقول ميز موقع الإصابة وإيش نمط التحليل، بي أنكا ولا سي أنكا. تحليل مناعي. إذا في عنا مريض بعمر متقدم في العمر، سرعة تسفله عالية، تعبان كثير، جانا برشح أو جانا إنتان تنفسي علوي أو سفلي مع سرعة تسفل عالية مع آلام مفصلية وتعب كثير،
لاحظنا بتحليل قول في عنا فيلا بروتينية وفيلا دموية. فيجاتينينو عيري معناته في أزية كلوية صارت مظبوط. سوينا له منظر خزعة، لاحظنا حبيبومات بشكل مثل الجبنة يعني مترسبة على الكبيبة، ما فيك أنت تصنفها كخصائي داخلية. فهذا النمط البوسي أميون، يعني البوسي أميون يكون على الأوعية المتوسطة بالصغيرة، التهاب وعائي شريني وعائي صغير لا متوسط، ما بيصيب الشرايين الكبيرة. طبعا إذا أخذتوه بالوعائية ما أخذتوه خطر الوعائية ما بيصيب الشريان الأبهري مثلا، بيصيب التفرعات المتوسطة بالصغيرة مثل الأنفية والرئة وتفرعاتها يعني كثيرة. بتكون أضاد الأنكة، هي أضاد البلازمية، أضاد الأنكة يعني أضاد البلازمية للعدلات بالترجمة الحرفية، أنتي كلير يعني أضاد البلازمية للعدلات بالكبيبة. فالأضاد هي بترتفع، فإلى أكثر من نمط ممكن سي أنكة وبي أنكة. فإذا كانت الإصابة على مستوى الطرق التنفسية العلوية وارتفعت السي أنكة، هذا اسمه جود باستر أو جي بي إيه. أما إذا كان سبب الطرق التنفسية العلوية أيضا قبل تفرعات القصبية، قبل تفرع القصيبات النهائية، فهذا وكانت البي أنكة عالية، فهذا من نمط الـ MBA. هيك سب كلاس يعني تصنيفات بصراحة اختصاصية. لكن إذا كانت البي أنكة والسي أنكة اثنين مرتفعين، لكن على حساب البي أنكة والإصابة على مستوى القصبات، على مستوى القصيبات يعني على مستوى الرئة، معناته في عندي شيء حامضي، لازم ترتفع الحامضيات خاصة في مرضى الربو. بنشوفه نحن على مرضى الربو، مريض ربوي صار عنده نفس دموي، سعال، حرارة، بيلة بروتينية وبيلة دموية. فهذا تشارلز تراس. العلاج مثل ما راك شايف تحاليل المناعين توفر الدكتور؟ لا مو متوفر، بس هي كلها تحاليل أجبار. ليس مناعي، ما في إصابة مناعية، بس العلاج مختلف كليا الاسترويد يعني مخبطات كلها. يا شو اللي خلاني اتوجه للطب؟ هاي مو انتان بولي. بولي هلا هي انا بقول مو انتان بولي، انا دائما بدي اوضح الفكره. اول شيء تحليل البول، البيله ونمط البيله سواء كانت دمويه عاليه او بروتينيه، ما بيكون عندك التهاب المجاري البوليه العاده والقناه البوليه، يعني الانفكشن ما راح يصير لك البيله بروتينيه كبيره. بعدين هالاصابات هاي بتكون اصابات وعائيه، يعني انت الاصابه مو على يعني مو على مستوى حالب او وحيد، الاصابه على مستوى شو؟ اوعيه، كابيلاري، شعيرات، شريينات، شريين متوسط. فاجباري هون بتكون عندك الاصابه تكون شديده يعني من النمط هذا. بدك تربط كمان ما بين اصابه الكبيبه شعيره واصابه الطرق التنفسيه الوعائيه، يعني هدول كلياتهم انكا يعني كلياتهم وعائي بس كلها يعني. اذا في رد اخر تفضل. الدكتور عادة الواجهة يترافق مع الأنف السرجي، يعني يترافق نعم يترافق مع الشوال الأنف السرجي. طالما في التهاب بالأوعية الصغيرة والمتوسطة ممكن يصير عندنا نفخة دموية. إي طبعاً بيكون عندنا نفخة. العادة بيترافق مع السرجي مع الأنف السرجي. سرعة التزفر مميزة هالمرة. طبعاً. هلا نكون بس المريض عندك إنتان مجاري بولية، سرعة التزفر مرة تطلع بها السرعة العالية. أنا كان عندنا مريض من واجنر. شفنا يعني سرعة التصفر 132 رقم عالي جدا يعني. بعدين انت لما تطلب لي ليش مو بولي؟ احنا مو عائلة بول، ما انا وضحت ما كل التهاب مجاري بولية عنده مشكلة بس البول بالحالة او التهاب كبيبات كلية انفكشن عادي، لا هتلاحظ انه في بروتين على الروح، البومين نازل وفي دم صريح ودم مشوه. الحالة قبل الأخيرة، إيش شايفين هذا؟
نفس دموي لشاب عمره 23 سنة ضغطه طبيعي كرياتينينه عالي كتير خضابه نازل البينة البروتينية عالية صورة الصدر وضحت لي انه في عندي كشاحات حبيبومية بالصدر ديفيوز والمتممة كانت طبيعية وصلت الصفقة العالية جدا. خلينا ناخذ الومضان مثل اللي قبله كان في عندي شكل حبيبومي نفس الشيء تقريبا. هذا ايش بيشير؟ هذا جود باستر. هذا جود باستر. جود باستر بالعاده بيجينا عند الاعمار الشابه كثير نادر. بكون عندي اصابه على الغشاء على مستوى الغشاء القاعدي يعني ضاد الغشاء العادي. العلاج كمان مخفضات المناعه والسيتروزين. هذول خلصنا من النفرتين بس مجرد لمحه سريريه. بالنسبه للذئاب والام بي جي ان بيكون مزيج ما بين الاثنين. ما عرضت الصوره بصراحه لسه هذول سلايدات ما خلصته لانه كثير محاضره مرهقه وطويله. نحكيهم يعني هاي الميمبرانو بروفايل جمره الفيتس واللوبس. ما عرضت المسائل السريريه عليها اكل انا بس الشيء اللي عرضته كمسائل سريريه بعض النقاط اللي انت بتفيدك كيف تتوجه. وبرجع اقول بس افتح السلايدات اكتب اسم المرض ايش بشوف انا بالتحليل البولي ايش شو شيء مميز بالمجهر. ما بعطيك كل المجهر انا لانه يعني انا ما بعرف المجهر ولا انت ما شرط يعني. وايش وضع المتممه وإيش وضع الأضداد المناعية؟ أنا بعطيك بالمسألة بقول لك أنكا سي أنكا بوزيتيف زيادة بقول لك بي أنكا أنت لازم تتوجه لواحد منهم. يعني ما بصير مثلا بعطيك أنكا مثلا سي أنكا بتقول لي والله هذا تشارلز راس لا بي أنكا بالعادة بتكون. فمثلا ما أقول لك طفل متلازمة نفروزية سريعة ما في بيئة دموية علاجه شفاء كورتيزون الاف جي اس. لازم تعرف انه هاد اطفال هاد وهاد اشيع شيء عند الكبار لكن مين اشيع هاد ولا هاد؟ لازم تعرف بؤر موف فوكال سيجمنتا. هون في عندي اصابة بالنحام في الخلايا الظهرية هون لازم تعرف الاصابة مقطعية يعني ما بقول لك كل المجهر. لازم تعرف انه هون في عندي ديبوز على الغشاء القاعدي. لازم تعرف انه بالسكري لازم تكون الاصابه مزمنه وغير مضبوطه. ولازم بكل هدول ضبط الضغط اولا يعني لازم تضبط الضغط لازم تقول ايس ارس. لما تجيك في مسائل واحد اثنين ثلاثه قول انا لازم اعطي ايس ارس. مثلا الانتي جي بي ام ايش شو نمط الاصابه خطيه مثلا متقطعه ايش العلاج مين يترافق مع الاورام الصلبه مين يترافق مع اللمفومات مين يترافق مع مشاكل عظميه مع متلازمه الامعاء المتهيجه مثلا او مع داء الزلافي الاي جي اي لازم تعرفه. لما بيكون عندك انتان سريع تنفس عيوني صار عندك بيله دمويه لازم تتوجه للجي. بيكون عندك انتان طرق تنفسية سفلية على مستوى الربو مثلا حامضيات عالية لازم تروح لشخص تروكس مهم. أم يكون عندك طرق تنفسية علوية لكن الأنكا سي عالي تنزل شوي الطرق التنفسية لازم تميز بيناتهم بلقالق خفيفة. أتمنى أن يكون وصلت الصورة هي معقدة بصراحة يعني الصورة وهي اختصاصية أكثر يعني أنت يكفي إنك تعرف إنه هاي بيلة بروتينية هاي بيلة دموية يكفي تعرف إنه ممكن نعطي كورتيزونات وممكن نعطي مخبطات مناعة وممكن مريض لحاله يشفى
يكفي. لكن راح يجيب لك بكره استاذه راح يقول لك يا اخي في عندي اضداد 1 2 3 لازم تتوجه شوي. او شفنا بالتشريح المرضي هيك ممكن تغلط تشريح المرضي لانه انا ما بيهمني هالشيء، لكن ممكن يقول لك يا اخي متممه ميز لازم تتوجه متممه طبيعيه. راح اقول لك متممه طبيعيه تقول تاخذ لي 1 معقديه لا لانه الصور متقاربه. فأتمنى إن شاء الله تكون وصلت فكرة مبسطة. ومع القراءة النظرية لكتابكم صراحة أنا قريت المحاضرة كلها وطلعت على محاضرة غيرها ونزلت من غيرها شافي كافي ما شاء الله مليان كويس ماشي حشي دكتور المحاضرة كويسة يعني إيه لا مليانة المحاضرة كثير يعني كثير فيها تفاصيل دقيقة بحيث إنك تمل من قراءتك لأنه فيها تكرار كثير يعني صورة عملية إن شاء الله تكون أسهل.